صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اتضح لي الإثبات في قوله واعبدوا، فما المراد بالنفي في قوله ولا تشركوا به شيئا؟ مراد هو نفي الشرك، نفي الشرك بجميع أنواعه وجميع ما يعبد من دون الله، لا يستثنى شيء. قال: الملائكة لهم خصوصية ويجوز عبادتهم، والرسل لهم خصوصية، الأولياء والصالحون لهم خصوصية. لا، الشرك ما يجوز في أي شكل كان، لا يجوز بأي شكل كان، وجميع جميع المعبودات كلها خلق لله، كلها خلق لله ضعيفة لا تملك نفعا ولا ضرا. نعم.